وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جياد المستوردة عمر 3 سنوات فأكثر، والتي ربحت من سباق إلى 3 سباقات للتنافس في الشوط الأول في الحفل العاشر على مسافة 2400 متر ومبلغ 66,000 ريال بمشاركة 10 رؤوس تمثل 6 شعارات: شبل بدر، سلاطين، زملان، متكلف، غالي معلق، الناس بندر، أمير الشعراء، دراج الليل، شبل مشعل والخليل. وتأخذ الخيل أول منعطف لها في هذا الشوط في تنافس شبل بدر، وأيضا دراج الليل الآن يظهر في الصدارة الآن، ومع تقدم قرناس بندر أيضا وشبل بدر وأيضا شبل مشعل. وتمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية، والقيادة لشبل بدر يقود الجياد مع وجود شبل مشعل المركز الثاني، وأيضا دراج الليل في المركز الثالث ومحاولات قرناس بندر. وأيضا يصل زملان الآن لتحسين موقع مع الدورة والمنعطف الثاني وبداية الدورة الثانية للخيل. شبل بدر في الصدارة، شبل مشعل يأتي للمركز الثاني، والمحاولات تأتي أيضا من متكلف في المركز الثالث، وقناس بندر يحاول الحصول على مركز متقدم مع بداية الانطلاق الآن، وزملان يأتي إلى المركز الخامس الآن، والتحادي على المركز الثاني ما بين قرناس بندر وشبل مشعل. يتقدم الآن قرناس بندر للمركز الثاني وشبل بدر في الصدارة والمركز الأول بطول كامل. شبل بدر مع المنعطف في الثاني منذ أخذ الجياد، المنعطف الثاني وفي الصدارة بطول كامل الآن شبل بدر، المركز الثاني لقرناس بندر. زملان يأتي إلى المركز الثالث الآن، زملان وسلاطين يحاول أيضا الوصول لمركز متقدم الآن مع محاولات شبل مشعل في المركز الرابع. قرناس بندر يأتي من الخارج الآن، و الصدارة لشبل بدر في المركز الأول. شبل بدر قرناس بندر يأتي إلى المركز الثاني الآن، والمحاولات تأتي من زملان، وكذلك محاولات تأتي من أمير الشعراء في هذا الشوط. والصدارة لشبل بدر والخط المستقيم للخيل المستوردة في التنافس القوي والمثير. ما شاء الله ما شاء الله، شبل بدر يبتعد بالصدارة ويحافظ على تقدمه في أول مشاركاته في سباقات المصيف، ويضيف الانتصار الثالث في سجله للأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز تدريبات في حال منديل والقيادة لعبد الله السعيد. ألف مبروك.